صفقته على وان بين عيونه طرقته. ولو لك يا حياتي ما صرت 100 مره قلت لك ما بقى تحمل مشاكل طيب على الطرقات. انا حدا يطلع فيكي لكن هو مرق له اياها هيك تمريقه. يا الله حبيبتي محاوزه شو بدي اعمل؟ اشربي مي محاوزه انت من اول ما جيتي كمان. ما بعرف شو صار لي اليوم. المهم هلا قد ايه بلبل باقي هون؟ باقي له يمكن لنهار الاحد. شو بك حياتي؟ بتسمع علينا هذا؟ بدك فيه حبيبي بشرفك هلا ما تبلش. مش ما بلش، انت بتعرفيني رولا. ليك عن جد صاير كثير نرفوز. لا مش نرفوز، واحد بيطلع هيك تطليعه بتلمح عينه نتفه، مش انه بيضل يجق لك فعم جقوي. طب يا حياتي هلا انه ما بدك اياه يطلع فيه يعني ما حبيبه قلبك يعني معلش. لك طيب يطلع فيكي بس هيك هالقد في وقاحه هالقد يعني. طب خلص خلينا قاعدين ما بقى لنا مشاكل. خلص ماشي الحال. المهم ايه؟ مهم. المهم يعني بدك تضلك تعمل مشكلة ما شفته عضلك. لك يا عمي ما عم بعمل مشكلة. ليكي 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 يا أهل الدنيا ليكو. يا الله يا حبيبي معقول هيك؟ بس ما تجهزنا بالمطعم ما بدي وروحيات. بدي قوم ليه؟ لا لا بدي قوم ليه تركيني؟ عباس دخيلك دخيلك خلص بقى ولك ليكي كيف ما عم يطلع رح يجنني؟ خلص بقى أنت كمان شيل عيونك. طب شو بدك فيه؟ خلص بقى زيحي لقلك هيك عباس. زيحي هيك لقلك عباس ما تحكي ولا كلمة رولا. شو بك أنت معقولي هيك؟ حاطط عيونك هوريك منشان ومتنيشون قاعدين عم نقشر عليك وعم نطلع فيكم وعم تستحي بكل وحني حاطط عيونك وعم تطلع فيها. ليه عم تطلع فيها؟ مين قال لك عم تطلع فيها بالاساس؟ مين عم تطلع؟ عم تطلع فيك الا لالي انا؟ انا عم بحبك كثير حبيتك بتعجبني ممكن نتعرف؟ لك اخرطي